صباح نور وتحية لكل المستمعين. معنا في الفقرة ديال الطبخ مرة أخرى لكوثر اللي غادي نشوفوا مع شوسفا هاد الصباح. لكوثر السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة عفيفة، لاباس عليك وشي بخير؟ الحمد لله وشكر الله. كي دايرة لاباس وشي بخير؟ الحمد لله وشكر الله. وهاد الجو الجميل الرائع الحمد لله. بدا كيسخن الحال شوية الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله. إذا شنو وجدتينا الصباح لالا كوثر؟ أنا غادي نعطيكم غراتان ديال الروز. غراتان ديال الروز. غراتان ديال الروز بالخضر، غادي ندخلوا معاه الخضر. نعم. نعم، إذا غادي نبدأ بالمقادير إن شاء الله. نعم. ان شاء الله بالنسبه للمقادير عندنا واحد نص كيلو ديال الروز هذاك اللي كيكون مهرس. نعم. عندنا بالنسبه لهذا بالنسبه للارز. بالنسبه للخضر عندنا واحد جوج قريعات يكونوا كبار. نعم. خضرين، جوج قريعات خضرين، واحد جوج خيزويات كبار. نعم. عندنا بصله كبيره مشلضه. نعم. واحد كولي جوج معالق كبار ديال القزبر معدنوس. نعم. وزلافة ديال البيشاميل. بيشاميل. بيشاميل وزلافة. نعم. صغيرة ديال الفرماج محكوك أحمر. بالنسبة للتوابل عندنا شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار. نعم. وواحد شوية ديال الكوزة محكوكة. نعم. ما كاينش الزيت وما كاينش الزباله. الزيت غادي نقدم بيان سو، غادي نقليو فيه الخضر، غادي نتصدر فيه الخضر زيت العود. نعم. نعاودوا المقادير اللي كان ممكن لالا كوثر. نعم. بالنسبه للمقادير عندنا نص كيلو ديال اللوز، عفوا ديال الروز اللي كيكون مهرس. نعم. عندنا بالنسبه للخضر عندنا واحد جوج قريعات خضرين. نعم. كبار، جوج خيزويات، واحد بصله كبيره مشلضه. نعم. زلافه ديال لابيشاميل. نعم. زلافه صغيره ديال الفرماج محكوك. نعم. بالنسبه للتوابل عندنا شويه البزار، شويه الملحه. نعم. وشويه الكوزه محكوكه. نعم. وقلتي جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. وجوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. نعم. نعم. هادشي بالنسبه للمقادير عندنا. وخلاص غادي ديك زبيده العود اللي غادي نسطو فيها الخضره. نعم. واحد معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نديروها مع الروز. نعم. نعم. هادشي اللي غادي نحتاجو في الوصفه. نعم. اذا غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله. نعم. بالنسبه للطريقه غادي نشدو هذاك الروز، غادي نسلقوه في الماء مع شويه ديال الزيت. نعم. ونحاولوا عفوا في المقادير نحاولوا نديروا معاه واحد الضمه البنه ديال الغلمي. نعم. غادي حنا هي وغادي نديروا واحد جوج، غادي ندخل نحاول انا كما عودت في الوصفات ديالي كنعطي الوصفه وكندخل معاها دي زاستوس. نعم. غادي نديروا واحد معلقه كبيره ديال الحامض ملي كنكونوا كنسلقوا الروز، هذه كتحافظ على البياض ديال الروز. نعم. هذاك اللون ديال الروز كيبقى ابيض وكاين ما يبقاش داك النشا طالق فيه بزاف. نعم. وكيفاش غادي نسلقوا الروز لالا كوثر؟ شحال ديال الماء غنديروا؟ نعم. بحال قولي زلافه ديال الروز جوج زايف ديال الماء. نعم. زي ما كتضوبلي المقدار. ونديروا العافيه مهيله، ما غاديش نديروا مجهده. العافيه مهيله. نعم. وانت كتحركي وابخي مي كاين غير كينشف الروز، غير كينشف كديري فيه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. نعم. صافي وكتحركي وكتخليه على جنب. نعم. من بعد غتاخدي واحد المقله كبيره غادي ديري فيها واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود. نعم. هذوك الخضيرات اللي عندنا غادي هذاك اللي القريعه والخيزو غادي نحاولوا نحكوهم اون لاميل. نعم. نعم. يكونوا طوال. نعم. حكاك ما يخرجوا طوال. نعم. والبصله غادي نشلضوها كما قلت. نعم. غادي نحاولوا نرميو البصله هي الاولى في ديك الزويته حتى تلق راسها. نعم. غادي نحيدو البصله نديروها في شي اناء. نعم. ونعاودو نضيفو شويه ديال زيت العود ونرميو ديك الخضيرات حتى هي تسوطا. نعم. ياك مي كملو هاد العناصر تسوطا بجوجهم غادي ناخدو هذاك الاناء اللي رمينا فيه البصله غادي نرميو فيه حتى هو ديك الخضيره. نعم. ونضيفو ليه الروز. نعم. نعم. ونحركو العناصر كامله. نعم. مع بعضياتها ومن بعد نضيفوا في الاخير غادي نضيفوا هذاك جوج المعالق ديال القزبر معدنوس. نعم. لهاد العناصر. نعم. وعاد هذيك الزلافه ديال لابيشاميل. غادي نذكروا للمستمعين كيفاش غادي نصوبوا لابيشاميل لالا كوثر. بالنسبه لابيشاميل كناخذوا انا دابا مع الميكرووند. نعم.
كنديروها في الميكرون باش كتجيني سهله. كناخذ غير بزافه كندير فيها شويه ديال الزبده نعم مع شويه ديال الزيت وكندخلو الميكرون تيدوبو نعم. ومن بعد كنضيف عليهم واحد معلقه كبيره ديال الطحين نعم وكنعاود نخلطهم بجوج. الحليب تخلطيه مع هاد الزبده والطحين هو بارد باش هذوك ما يتكواك هذوك الحبيبات ديال الطحين ما يتكوروش نعم. حتى كتخلطي هكاك كيبان لك كلشي داب عاد كتدخليه الميكرون وصافي. ومن بعد كتخرجي وكتعاودي تحركي وتعاودي تدخليه عاوتاني وكتلقاه واجد. كتكون لا كريم ثقيله واجده نعم. دونك هاد الشيء كنا هاد لابيشاميل كتدخلي كتزيدي على ديك العناصر اللي درنا ديال الرز مع الخضر نعم. كتخلطي معاها لابيشاميل وزيدي عليها ديك تتخلطي العناصر كلها وتاخذي لو مول غادي تكوني دهنتيه وغتحطي فيه هذاك الرز مع الخضر نعم. ودي من فوق منه تغطيه كله بالفرماج نعم. ومي تيجي محمر من الفوق تتقطعي نعم. تتقطعيه مقطوع اذا بغيتي تصطحبيه مع ان ستيك ديال البقري نعم. ولا مع ان فيلي ديال الحوت ديال الحوت او الدجاج او الدجاج ولا ديال الدجاج ستيك نعم. ديال البيبي ولا هذا اللي بغيتي نعم. سينو بغيتي تضيفي كلشي في الاخر كتمكن ديري اما ديال هذاك الطريفات ديال ستيك البقري ولا ستيك ديال لادان حتى هما كتشوطيهم نعم وكتضيفهم مع داك الخليط اللي درتي في مع الخضر وصفه صحيه نيت وصفه صحيه وهذه وصفه كتحتاج اكثر كتصلح اكثريه بالعشاء نعم نعم تبارك الله عليك. الله كوثر الله يبارك فيك سيدة عفيفة الله يبارك فيك الله يجزيك بخير نهارك مبروك ان شاء الله. واش عندك شي نصيحه للمستمعين لالا كوثر؟ بالنسبه للنصيحه عندي بالنسبه للمايونيز نعم المايونيز اللي كدير في لاسالاد نعم كناخذ انا جوج بيضات كاملين تنرميهم في المول في الطحان الكهربائي نعم تنزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال الخل نعم معلقه كبيره ديال الموطارد وكندير فيها واحد شويه ديال الملحه شويه وواحد شويه ديال البزار وتنطلق الخلاط كيطرب هو كيطرب وانا كنضيف من الفوق الزيت نعم نعم الزيت ممكن كتكبيه بشويه نعم غير ان فيلي كتبقاي تخوي بان فيلي ديال الزيت نعم. وانت هذا ولا مايونيز كطلع نعم نعم شحال ما بغيتيها تطلع وانت كتضيفي في الزيت شحال ما بغيتيها تطلع وهي كتضيفي في الزيت نعم لكن انت غادي ديري هاد المايونيز مع الخضر ديال البطاطا وخيزو مسلوقين وجلبانه نعم باش تجي خفيفه كتزيدي فيها واحد ياغورت اكريمي مسوس نعم ياغورت اكريمي مسوس كتزيديه المايونيز راه كتجي روعه حتى الذوق كيتحسن لاكوطا الذوق كيتحسن وكتجي زوينه نعم. وهذاك الخيزو اللي كنكونوا سلقناه غنضيف حتى واحد لاستوس باش يجي داك الخيزو يجي في اللون ديالو لورونج نعم يكون باين مزيان ملي كيكون كيتسلق كتضيفي ليه واحد معلقه ديال السنيده نعم. في الماء كيبقى نعم. هذاك محافظ على لا كولور ديالو والخص اللي كديري في الطبسين اللي كديري فيه لاصالاد باش يبقى باين داك الخص واقف نعم وكيبان بحال جديد ملي تكوني كتغسليه في هذاك الماء ضيفي عليه واحد معلقه كبيره سنيده كذلك راه داك الخص كيخرج كيلمع وبحال تيوقف ايوا تبارك الله عليك الله كوثر على النصائح شكرا لك انت سيدتي عفيفه الله يجزيك بخير ونهارك مبروك ان شاء الله الله يجزيك بخير.